هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. طبعا جو مطير اعتيادي، فشوفوا هذا الزبيري وقفنا بيه. احنا تعرفون التيدية الجولدنة، فطارا صارا بالغيم شباب، بالافلاك هيك نقطة. على قولة هذا الولد يقول انت ياهل اللي تقول عليه بالافلاك بعد ما يرجع يضيع. احد المتابعين شو معلق لي. المهم صعدا بالسما، المهم ما نزابوا عليهن. اياكم تشوفون هذي الاثنين طبعا، الا اشيل الكفر. يا الله اقدر اصور هذا الكفر بهاي الجامعة، تشوفوها تعبتني والله. داباو علي المنتبه شلون تجي حمر مصبوغه اخضر من هنا يمنى يسرى يمنى يسرى، جن حين شادات صابغيها اخضر. والله بين ما صعدت لقيتها عابره هناك ورا الشبكه، طلعت كلها قبل بوجهها. هي دا ترجع شلت لها، ما اصلا ما خبطت هيك زواجل، لان شنو اللي يصبغوهن؟ يقولون ما يخبطن شباب، طيور من شنو صبغيه صغار تقوم ما تخبط، بس ايش وقت تقوم تخبط؟ من يبدي يوقع صبغها؟ يعني يبدي يوقع الصبغ هالامور هاي، عود وراها تقوم تخبط وتوقع. المهم هاي احسن طريقه هالثانيه لقيتها اذا استمرت على هالوضع مال هاي الطيره التيديه والفحل الزبيري. اذا استمرن هيك شوفوا هي مطورده عليها، وهو هذا الزبيري صار له قد بالحله تدرون بي، صار له قد مفروض. بس هي همين ده تعبر من يمه، لان هو ما ده ينزلها. انا قلت له يا بطير شويه هيك فره فرتين ثلاثه وانزل حط. هسه هو يدوق وشلب بيصعد بيها، شوفوا يصعد بيها. واحد من التعليقات قال يا بلا ضل خالي التليفون بالسماء، يعني شلون اصور لك الطيور؟ هيك مرايه جوا واصور لك وتضرب على السماء، يعني يا حبيبي غير نصور لكم دي فوق. يعني صار مثلا عندي تيديات اثنين مبينات، غير اصور لك اياهن. هذا الزبير ده يبذل مجهود وده يوقف طياره، غير اصور لك اياه. دا اقرا تعاليقكم ودا اشوف ردود الافعال على يعني بصوره عامه. اليوم تواصلت ويا ولد البارحه، والله شفت ناشر زبيريات شباب، قطعه واحده صدر اسود فحم، يعني وبيها نياشين اثنين حمر ذيول ابيض، ما هاي البصراويات القديمه المكعكلات من هالكربه يسمون مساشي. فقلت له ابي ايش المساشي؟ المهم قال لي ب 17 منا. انا قلت له ابي اريد، قال لي والله مو حاجزن ولد. قلت له ما رادين انا اخذهن، واني من بغداد الزكاه حد علينا وكربل ظهر هذا ابو جنباز، يعني شغلته بس مساكي. والله ارجع ادق عليه هسه مغلق تليفونه، يعني حاولت احصل لكم ياني. والله سطحين اليوم، ما ادري نفس الولد بس خال رقمين تليفون، سطحين ناشر مغلق، هذا مغلق وهذا مغلق، ما عرفت اوصل له والله. المسك اللي لزمته ذاك المقطع الاخير البارحه دا اعبي شذاري للولد، كان يطفر مني دي من جوا، مو طفر مني طلع من البرج ما ادري بيه، راح المسكي الغبي ما راح رجع لاهله، جوين صعد يم الحمر طار. شفت انا راح اختفى، قلت خليه ولي. المهم ورا شوي لقيت تلاقيه يم الحمر، هم راجعين لازمي مرت له. الظاهر هذا يجي هسه ينزل يم اخوه وخليه وذاك الثاني. ابشركم لا الزبيري ولا الجولدنه، لا الزبيري ولا الجولدنه، يعني ما اعرف. طير خالد الاراف البسود، والله حلوات الاراف البسود شباب، كلش حلوات الاراف البسود. وين راح؟ قام ينهز من ذني مال خالد، بس خالد ما لعبها صح. خالد المفروض من البدايه يجيب له فد 10 15 واحد او 20 30، ابيع التور. قلت له ابيع التور كلها صفيها وبقى هاي الارافل. كان هسه انت مجلد لك بدل ما 6 عندك 20، بدل ما 6 عندك 20 شباب. ذاك الارفلي، ذاك الارفلي شنو؟ ذاك الزبيري هو وطيرته بالسما. هاي سوني اللي قفتن، بس خليه ينصن شوي اصور لكم يومين. هاي الارافل ما شاء الله، هسه مثلا هذا الولد يقول لي لا تخلي الكاميرا عليني، شلون اصور لك يا
صدق والله شلون صار لي يا شباب. غير هيك بنشيل لك الكاميرا وياهن. نشوف خالد وين نروح، وين تروح، وين تجي. يا زين اني ستة. هو عنده بعد. عيني ذا الزبيري، هاي الجولدن تنزل قبله شباب، هاي الجولدن شوف فاتحه جنحه. وهذا الزبيري وراها، شلون العاليات كلش. هسه شويه بدا ينصل. شوف هو اللي يلعبها صح، اللي يدق لها وبدا ينزل اياها. بس ما يحط، الا تحط اياها قبله، زين هي ما تحط الا هو يحط. وظلات معلقات اثنيناتهم. اليوم كان عندنا فكه مال الزواج، ما اعرف حصل شيء اخويا ما حصل، والله ما ادري شباب، والله ما ادري. هسه هم اكو هاي الزبيريات، اذا قدرت احصلها اجيب لكم اياها شباب، والله حلوه. يعني يصير انه هذا عارض 38 زبيري، وذاك الاخ هم عارض ما ادري ايش قد، يعني يصير بال 70 زبيري نجيبها حلوات. سطح اغلبيته بصفر وسطح اغلبيته بازول. نجيب ذن الدقين نحله شهر زمان نظل تفر بيهن. يعني شباب هسه انتم مو تاخذوا وياي قرار، يعني ترى الموسم الجاي يصير كله زبيريات، ماكو تور وايد. يعني هذا الزبيري نزل وهاي الطيره وياه. يعني هنا لحتى لا تورطونا، لو نصف نيتنا على الفرخات، لو نجيب زبيريات مثلا، فاختاروا وشوف الدرج زين حتى لا بعدين نتورط. يعني اذا جبنا الزبيريات يعني شغلة الفرخات تتكنسل، شغلة الفرخات تتكنسل شباب. واذا جبنا الفرخات لازم شغلة الزبيريات تتكنسل. امان الله لسان الحدث دا ادور فرخات، وهاي دا اقول لكم انتو المتابعين، هذا المقطع جوز يصعد له 20,000 مشاهدة، 25,000 مشاهدة، اكثر اقل الله اعلم. اذا احد من هاي 25,000 20,000 عنده فرخات عدله حلوات، رمانيات، حبريات، بزارق حلوه، انا اشتريهم من يمه. حكي عدل، انا اشتريهم من يمه. واكون عدد مو عنده 20 30، لا اكون فد 80 100 حتى يسوى. هاي الجولدن راح تحط هي والكيد. هي والزبيري، قد سحقت اليوم. هي والزبيري. ايوه ها شوفوا هو بابا شو ناقص طلعها قبله يصعد بيها. خلي تحط الطيره وحط انت ونشوف. طبعا الفرخات اللي اخر مقطع شباب طارن زايد ثقلتهن شويه، تمام ثقلتهن حتى شويه نامن بيهن. ها شوفوا هاي تحط قبله هي. هاي شيء يوقف التيد واحنا صارنا سنين نضيع، والله ما ادري. هاي هم تضيع شباب، كيف لكم الله هم تضيع. هاي هيجي هاي جبران خاطر لا اكثر ولا اقل. كم يوم وهم شوفوا هذا مو اعطيكم اخبارها صعدت ما نزلت. اي هاي النهايه، انت مو وياي. خلي ننزل شباب نشوف شكو ماكو جوا. من كنا نطير ولا كوما يمنا، شوفوا هسه الكومات. شوفوا شباب زين هاي شو وقت قامت تنهزين بعد راعيها وين هسه كانت فوق انا هاي. شوفوا وين راح الشباب ذيش. شوف هاي راعيها والله ما صار لها كم يوم، قامت تنهزين تجي فوق انا وترجع. هاي الزبيريه وفحلها هم طارن، طار وياهن بعد فرخ، تمام هم طارين وطاريان بعد فرق. خلي اصور لكم ياهن. شوفوا هذا هن وهذا الفرخ، هذا اخو الجولدن اللي يطير عندنا هواي اللي يعني هذا اخوه. هذا انصاب اول ايام قام ما يطير شباب، فتعرفون هاي ها هذا الزبيري وهاي هي وراه. هذا الجولدن شباب هذا انصاب اول ايام قام ما يطير، فعفته شطلته وعفته. اخوه بين اخوه هذا ابو طقع الزرقاء هذا
برز قام يطير مطيار خرافي، بحيث كل ما يطير يصعد ينزل اتشطل اثقله اقول حتى لا يضيع. فهذا شنو مني شويه صحة تميز قام يطير اموره تمام التمام. هسه شوفوا هاي ما تخاف عليه طاير فوقك، بس انا شرد منه اريد يوصل مرحله انه يصعد فوق البيت نقطه ويظل واقف فوق البيت ما يلعب مربعات. هذا الفرق ما طول يلعب مربعات، شوفوا يلعب مربعات راح يجي. شوفوا هذا هنا يعني هذا دي بعده دي يوجد المنطقه يباوع يمنى يسرى هالامور. اذا من يوصل مرحله انه لا فوق البيت يعني هذا بعد افتهم الدرس انه هذا مكانه هو لازم ينزل على هذا المكان. عنده كم واحد وصلن هاي المرحله؟ اللي وصلن هاي المرحله بجد 4 5 يمكن ان اللي بقن اللي بقن. هسه بعد ما عدني من عدن يعني واحد ما مخرج، بس هذا اللي صعدناه جديد وساعدنا هنا تقريبا 6 7 والله ما ادري ام راح اصعدهن يعني مني جهزن. بس شي على شي هسه عدنا هذا لا صحة خوش طير، ذاك واحد توب شوفوا، هاي 2 بطن حمراء توب، هاي 3 توب، وذن 3 توب، ذاك 4 توب، يعني هن اللي باقيات تقريبا 8 كلهن زينات، 8 اللي باقيات كلها زينة، كلها طيور حلوة ونظيفة. وين هذا السراح؟ من هسه كان فوق هذا، يا هذا شوفوا هو يطير يصعد ينزل وراحته. سطح هادئ شباب للأمانة، ما أتصور يعني يصير ملل صراحة. يعني هسه احنا فترة نقاهة شباب، يعني شوية صراحة ارتاحت نفسيا أمانة الله. هسه أسولف لكم ارتاحت من صفة السطح، يعني هاي الوجبة اللي جبتها الأخيرة صح أنا على باب الله واستفاديت بيها، يعني مو ديج الاستفادة بس نعمة، بس تعبتني شباب. استفاديت ذبيت أكل وصاعد نازل تعبتني والله شباب. بس يعني يا تو صارت قبالنا بعدين بيها رزق، إن بيها رزق للعالم لخذتها ورزق واحد على واحد. وهم للونسه راويناكم طيور، يعني مثلا أنا الرواعب بحياتي ما جانيهن ولا شايف، راويت لكم الرواعب. البروس ما طابها السطحي، جبت لكم بروس صح ما قعدن كم يوم بس راويناكم شيء جديد. هاي زاجل هسه اجى احنا باقيين الصبح. هاي وين كان هذا؟ ها هي طب جوا قبل شوف ها هي ربطت. هذا شرابك الساعه بالاربع جاي خواته جني ب 12 ما ادري بالوحده والله ما ادري ما ادري ب 8 والله ب 9 والله ما ادري فكوا بال9 جزء بال10 هن جايات. هذا جاي هسه وين كان؟ تدق يحكي. فالشباب التصفية يعني اللي اخذناها حلوة، بس ما راح الزايد يعني كل الامور هاي اللي طبيعية اللي اتفقنا عليها. هاي الارافل 2 4 6 8 9 ارافل، 9 ارافل الله يبارك. عندنا منقصين طيرة، واليوم تواصلت ويا ولد راح يدزلي على اساس يعني تراحمنا تقريبا زوج بحمر هم سوريات وزوجين بسود وبعد فحل علاج هم سوريات هم حلوات والله جروس دعبله وطيور حلوه. فخلنا نشوف بركي دزلنا ياهن هم تقريبا. هو عنده بعد زوج بصفر ما عجبني حال الحال طيورنا، فقلت له لا والله ما اريدهم، بس البحمر حلوات شفت مختلفات، والبسود الفحله تموت فخذتهم على مود الفحله. جوز اذا اجني المقطع الجاي يعني اصور لكم ياهن يعني انزلهن لكم. هذا التيدي مالتنا اذا وقفت هاي 8 من يمهن تمام، نقول وقفت عندنا 8 نقول وقفت عندنا 6 وعندنا منك احنا 8 قديمه 6 و8 6 14 وهسه عندنا هنا من ذني هم فعلا 6 7 اقول، وراح اجيب بعد 6 فرخات يم احمد صاحبي بس يجهز ينجز لي اياهن ام ندشرين مرت الاخ يعني اذا صفن اذا من نهايه الموسم يعني وقفنا فد 20 طير نقدر نرجع نشترك. اي شو تلم تلم هيك الشباب. وهذا اذا صار هذا اذا صحه ارد ازرق للكسره، اكو حبايه شباب بالكسره صينيه
عند حيدر ابو العلاجات. العلبه هي شركه برا صينيه مال مكتب الفاضل، بيها 120 حبايه. شو اقول لكم بيش؟ ب 12000 كانت ب 10 سوا ب 12000. كبسوله بنفسجي وازرق تمام؟ هاي هي يعني ما اعرف سامونيلا مال كوكسيد والله ما ادري بالضبط. اجيبها اي طير يخنطل عندي ينعوج انطيه من يمه ثاني يوم القاه صاحي. عجيبه رحت للكسره ونسيت اشتريها. اذا زرقت للكسره هم عجيبه هاي الحبايه. صاروا لكم اياها كبسوله مو حبايه. اصاروا لكم اياها حتى اللي يوصل لهناك خلي يجيب من يمها. تفيد وانا مجربه يعني على هو انت ساله اقول له شنو مال شنو هاي راح يقول لك مال فلان مرض. صدق شباب اي طير يخنطل هذا مو مخنطل لو منطيه كبسوله واحده من عندها كان ثاني يوم لقيتها صاحي. بس اوصل للكسره اقول له يا بهاي الكبسول الصيني البرتقالي وبنفسجي. برتقالي وبنفسجي اكيد مستخدميها هواي انتم يعني اكيد عندكم معلومه عليها. شوفوا كومات التو شوفوا شباب هاي كومون هاي كومون ويلي حيخطن ادري احد. انا صار لي 20 سنه طير هنا انا ما فجأة خبطت كومون. شوف هاي الكومون هاي الكومون شوفوا شلون تضرب هاي على هاي. واكو بعد واحد يطير همي طيور مصبغة اخضر شباب هم جديد الظاهر هذا. شوفوا هاي هاي خوش طيور هاي تلعب رايحة جاية. وين كنت من كانت الحضاري موجودة؟ ولو الحضاري هيج وقت ما تطير. هيج وقت الحضاري ما تطير شباب. شوفوا ما شاء الله حلوة والله. شباب اخذوا لنا قرار. نجيب زبيريات. نجيب فرخات. نجيب لنا فد 100 تيدي شنو 100 حبري. انا هسه اليوم راح اخابر ولد شفت عارض 150 حبري ورمانه. شوف بيش يريدين اذا مناسبات اخذن. هسه قلت اخابره اجي ادق هذا حلال البرج اكمل حلاله هذا 1 2 3 وهذا اكمل حلاله ويصير التيادي بالاخير. هاي 4 اقفاص على طار التيادي هذا مالت الفرخه قبل ينزل واجيبهن ونطيرهن نعوف الفرخات. لان انا قلت لكم ما دا انتظر لحصله اجيبه. حتى لا تقولون لحصله اجيبه شباب. شنو اللي القى قبالي مرتب وحلو هاي انا اجيبه. بابا المره كشيتن كلهن كلهن كشه واحده. هذا البارحه شويه قسيت عليه شطلته زايد. شويه يعني المفروض كان شوية اخف رح زايد والله بالمقص. يلا خلي قبال عينك وفوق البيت وهم قام يفاري هاج. خلي قبال عينك وفوق البيت ولا هسه هم يشي روحه. وينه؟ والله يمكن وقع. هيات هذا. هسه قد طيرات عندنا 7 فرخات والزبيرة وطيرته طيرتين كلهن سوية والمسكي. يعني 3 4 5 6 اي 7 فرخات والزبيري. ولد بالتعليقات كاتب لي ليش ما تطير الجلدات مالتك؟ الجلدات ترى جوان انتاج شباب. يعني هنا انا فحل جواب فرختين جواب فحل جواب ابيض لاحق تمام. فطيور جواها انتاج ما اقدر اطيرها. خليها نطلع من عندها حلي ما عندنا شيء. شوفوا هسه النيف المسك بدا يشيل روحه هذا الاول والمسك الثاني شكلته وذبيته. ما شال روح هذا الفحل؟ اي شال روحه وياي هاي زين. شال روح 3 4 5 6 7 3 4 5 6 اي 7 فرخات. فرخات والزبيرية الزبيري وطيرته. بس هنا طبعا طشار ما تفتهمون كل شي منهم. كل شي منهم ما تفتهمون. هذا منو هذا منو ما تدري. انا بس يطير ان يشيل الروح افتح الباب اطلع البقيه لان يعني ما حاجه اللي بعد جلد هذا بس شويه يصحى. بس هذا الفرخ هم جبته وياه يعني هنا منتظرين هذا شويه هو احسن صار. شوفوا شويه احسن هذا
هذا تيدي شوية أحسن. وهذا هم إذا صحة هم من أمور طيبة. اليوم أزرب للكسرة أجيب لهن هاي الحباية اللي قلت لكم عليها. ها عدة ذاك الفرق هم المفروض أصلا طيرة. وهذا هم جبته جديد. حتى ذا يحطن بعد ما عدنا شيء. تدري الأراف لا بيض لا كل شيء بس يابسات. أنت شو اللي تعطيه لا شو يصير؟ شو يحرك روحك؟ اطلع أنت إن شاء الله راح أجيب لكم سطح حلو. اطلع اطلع برا اطلع. شوف هذا المسك اللي لقيناه بالسطح. ما وكح البطير مسكي وكح. صعدين ما شاء الله صار بالافلاك نقاط. اختفن والله شباب. قاعد يطير ثمانية تصفالك على ولادك. ما تعرف من وين راح من يجي من يجي. بس عندنا حط واحد حط المسكي. لكنه ما شاء الله شوفوا شباب. لامات خمسة متى ستة سوية. اتبين يمكم. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اثنين اربعة ستة سبعة طبقات سوية. وحط هذا الواحد ثمانية. يمكن بعد بس واحد يعني. بعد بس واحد. ثلاثة اربعة خمسة. ها هي. عندي الابيض شوية يبعد ويرجع. الابيض هم اردى شطلة ثقيلة بعد زايد. وان شاء الله ان شاء الله المقطع الجاي اذا الله رادك وسطح يجي نتباحث بالموضوع. اذا وصلنا الحلوية راعي الطيور ان شاء الله خير. يلا شباب وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لايك تعليق ترتيبات. وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم شباب.